ينضم إلينا من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية. رامي أهلا بك ومرحبا. إذا في أي إطار يعني تأتي عملية التفتيش من قبل عناصر الإف بي آي لمنزل الرئيس الأمريكي جو بايدن في ديلاور؟ هل تأتي في إطار التعاون كما ذكر محامي الرئيس الأمريكي جو بايدن؟ مرحبا شيماء، بالفعل هي تأتي في إطار التعاون الكامل من الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريقه المعاون ومحاميه أيضا، الذي أكد أن هذه العملية تم التخطيط لها مسبقا وتم الاتفاق عليها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولكن لم يعلن عنها مسبقا نظرا للحفاظ على سرية التحقيقات وحتى لا تحدث تجمعات غير مبررة للصحفيين والمراسلين حول منزل الرئيس جو بايدن الذي يجري فيه التفتيش الآن، وقد تستمر عملية التفتيش هذه حتى ربما 14 ساعة كما ذكرت بعض وسائل الإعلام الأمريكية. هذا المنزل هو المنزل الثاني للرئيس الأمريكي جو بايدن في ولاية ديلاوير، ويقع في مدينة ريهو بيتش في ولاية ديلاوير، وهذا بخلاف منزله الأصلي في ويلمتون في ديلاوير. هذا المنزل هو منزل للإجازات، مخصص للإجازات، يقضي فيه بعض الوقت هو وزوجته جيل، وكان آخر يوم كان فيه بايدن في هذا المنزل كان في الفترة من 20 إلى 23 من يناير. جدير بالذكر أن هذه العملية هي الثالثة في تفتيش الأماكن الخاصة ببايدن التي قام فيها عملاء فيدراليون بتفتيش أماكن تخص بايدن. قبل ذلك كان هناك عمليتين في يناير الماضي وفي نوفمبر الماضي تم فيها تفتيش منزل بايدن في ويلمتون، وتم فيها أيضا تفتيش المكتب الخاص به خارج البيت الأبيض والذي عثر عليه الوثائق لأول مرة. أيضا من المعلومات الجديرة بالذكر هو تصادف اليوم أن يتولى روبرت هار مهمه رسميا، وهو المحقق المكلف من وزارة العدل بالتحقيق في قضية بايدن أو في قضية الوثائق السرية التي تم فيها العثور على وثائق سرية بحوزة الرئيس الأمريكي جو بايدن. طيب رامي، مما لا شك فيه أن هذه القضية تسبب إحراج كبير للديمقراطيين الذين وجهوا انتقادات لاذعة للرئيس ترامب عندما كان رئيس في قضية مماثلة، إذن كيف يتعامل الديمقراطيون في هذه الأثناء مع عمليات التفتيش المتكررة لمنزل الرئيس الأمريكي جو بايدن؟ بالتأكيد يقف الديمقراطيون مع رئيسهم المنتمي لحزبهم الرئيس جو بايدن، ولكن هناك بعض الانتقادات في الحقيقة جاءت من بعض الديمقراطيين والذين قالوا إن هذا الأمر يحرج الحزب الديمقراطي ويحرج الرئيس ويحرج الإدارة الأمريكية الحالية. الانتقادات لم تقتصر فقط على الجمهوريين الذين شنوا انتقادات أقرب إلى الهجوم على الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولكن أيضا جاءت بعض الانتقادات من الديمقراطيين الذين يرون أن هذا الأمر يؤثر كثيرا على شعبية الرئيس ويؤثر على ثقة الأمريكيين في الرئيس. ولكن من جانبه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وحتى يستطيع أن يبيض صورته إلى حد كبير، هو يتعاون تعاون كامل مع الجهات المختصة والسلطات حتى يحسن ذلك من موقفه، ومحاموه أيضا يتعاونون، وهذه عملية التفتيش اليوم خير دليل على ذلك، على أنه مستعد دائما لتفتيش أي أماكن تخصه من قبل وزارة العدل أو العملاء الفيدراليين. نعم. بالمناسبة كان هناك خلاف على عمليات التفتيش هذه ما بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وما بين الجهات المختصة، حتى أن الإف بي آي صرحت بأنها سوف تحصل على إذن بالتفتيش إذا لم يسمح لها الرئيس جو بايدن بالتفتيش، ولكن يبدو أن المفاوضات فيما بينهما توصلت أخيرا إلى أنه سمح لهم بالتفتيش، وهم الآن يفتشون منزله في ديلاوير، وستعلن النتائج لاحقا خلال اليوم. بالطبع سنتابع. معك رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا بصوت والصورة من واشنطن، شكرا جزيلا لك.